يلا يلا يما عشان اسبحك عشان تصيرين نظيفة. سوى في كذي يما؟ قولي لي منو سوى في كذي؟ قولي لي حبيبتي لا تخافين، منو سوى في كذي؟ ماما جانينا حسبي الله ونعم الوكيل. هذه أم ولا كلبة؟ في أحد يسوي بضنات كذي؟ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حصة ايش فيكم يبا؟ ما فينا شيء، انت ارتاح شوي ونيك. ولا ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لما طلعنا من المسبح يدي حاصر حصة بالأسئلة، انكرت إن في شيء كنا هددها إن ما قالت لش فيني وشنو شافت بالحمام ما رح ياكل ليه ما يموت. حصة خافت عليه وقالت له، شفت له ذراعي ويديني بس ما قدر يتحمل يشوف جسمي كله، وشفت عضيبان اللي كان بعيني قوي وكبير مثل الجبل يبكي عشاني. لأول مرة بحياتي أشوفه يبكي، كان يقول هذه أمانة ضيعها أبوها وأنا ما راح أضيعها. وعقب ذاك اليوم ما شفت عضيبان بكى أبد. اسمع يا حمد، من باكر تنقلوا له حق الروضة اللي هني يم بيتي، أبيها عندي هني تجيب كل أغراضها، لا براسي شم الهواء، أبيها عندي ببيتي. حاضر يبا، على أمرك.